ده في محاولة لتعميم هنا استخدام الطاقة المتجددة. قامت مجموعة من الطلاب في جامعة هليوبلس بابتكار مبرد للمياه بيعمل بالطاقة الشمسية. خلينا نتابع. التصميم الذي تراه على الشاشة كان مجرد فكرة، ولكن بعد العمل المتواصل على مدار العام الدراسي استطاع طلاب كليات الهندسة بجامعة هليوبلس تنفيذه ليصبح أول نموذج مصري لمبرد مياه يعمل بالطاقة الشمسية. ونظرا لموقعها الجغرافي ومناخها، فإن مصر لديها متوسط إشعاعي شمسي يصل إلى 3000 كيلو وات لكل ساعة للمتر المربع، مما يسمح باستغلال هذا النوع من الطاقة المتجددة في تشغيل الأجهزة الكهربائية. استخدمنا فكرة الخلية الكهروحرارية، ودي بتحول فرق درجات الحرارة لكهرباء والكهرباء لفرق درجات حرارة. فاحنا بنديها كهرباء من الخلية الشمسية، وهي بينتج عنها ان بتنتج جزء ساقع وجزء سخن. الجزء الساقع ده هو اللي بيبرد المية من خلال مجموعة من كذا كذا بوكس ورا بعض دايرة مغلقة، والجزء السخن احنا بنركب عليه مراوح بحيث يبرد، فدي نوصل لدرجة كفاءة تبريد أعلى. الجزء المميز عندنا ان احنا نحسب بعدد الصناديق المطلوب ان احنا نستعمله، الماتيريال المستخدمة في الصندوق، بحيث نوصل لأعلى توصيلية لدرجة الحرارة فنبرد المية أسرع. ازاي ان احنا نعمل كنترول على الدايرة دي بحيث نقدر نعرف درجات الحرارة اللي وصلنا لها قد ايه، نعدل الاستخدام ده حسب كل واحد بيحب يجرب يعمل ايه للطلبة اللي جايين بعد كده. وبالرغم من أن تكلفة هذا المبرد تقارب تكلفة المبردات المتاحة في السوق، إلا أنه له مميزات متعددة. زي ما هو معروف كده للعامة الناس أن الطاقة الشمسية حاجة مكلفة، بس بالفعل لما جينا ننفذ المشروع وشفنا تكلفة المشروع قد إيه، لقينا أن هي تقريبا أقل من التكلفة بتاعة الكولدير العادي نص، لأننا في يعني تكلفة المشروع كله على بعضه تقريبا كان في حدود 3000 جنيه. الكولدير العادي دلوقتي سعره في السوق بعد الاسعار الزياده اللي حاصله تقريبا في حدود 2000 جنيه، فالفرق مش كبير مقابل ان انا ما بعتمدش على مصدر كهرباء، وبالتالي بقدر شغاله طول الوقت وطول السنه من غير ما ابقى مستنيه شبكه فيها كهرباء او ما فيهاش كهرباء، عندي شحن في العداد او ما عنديش شحن. ويسارع الفريق حاليا من اجل تطوير المبرد ليصبح قابلا للتسويق التجاري. جهد مشكور جدا.